لو محسن ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضل. وصلنا الوحدة، ملف خطير جدا. كل كلمة في الملف ده حقيقية، أنا تأكدت منها قبل ما أجيلك. يا فندم أنا معرفش ناصر فين. آخر حاجة اتفقنا عليه إن هو أول ما استقر في مكانه هيبعت يقول لي. أنت مش مطلوب منك ولا مننا إن إحنا نقبض عليه. دي مهمة الأجهزة الأمنية للبلد اللي هو فيها. كمان مش مطلوب أي تعاون بينك وبينه بأي شكل من الأشكال. أنت كمان لازم تحدد موقفك، معانا ولا مش معانا؟ أي تعاون مع ناصر مرفوض. تسمعني يا أدهم؟ أي معلومات عن مكانه، عن تحركاته تتبلغ للجهات الأمنية فورا، وإلا تبقى بتتسطر عليه. الملف اللي بين إيديك ده فيه جرائم نصها بس يجيب له إعدام. معاك يا فندم. راجي صفوان هنستلمه خلال أسبوع، وده زي ما قلت لك قبل كده ده إرهابي سابق وخبير متفجرات وبيتعاون مع التمانية، ولو طلعت منه بأي معلومة أي معلومة إن كانت هتفيدك وهتساعدك قوي وهتخليك تكمل انتقامك من التمانية. صح.